خير كي صبحتو، كنتمنى تكونوا لاباس بخير وعلى خير. هذا الفيديو اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه غادي نديرها. هي كيكه بسيطه ولكن لوغو ديالها رائع جدا، ونقدر نشارك معكم واحد الخريجه نخرجها في العشيه. المهم دابا مع هذا الجو زويون كنخرجوا مره هكا للربيع. هاد الكيكه غنصاوبها باش نديها معايا، غنخرج مع ماما وبابا وليداتي. المهم غادي نخرجوا معنا قهوه، وهادي دابا نوريكم كي غادي زعما كاين المقادير ديال هاد الكيكه. سمحوا لي رانا عيانه شويه داكشي علاش. المهم هاد الكيكه هادي غنعطيكم المقادير ديالها، خليكم معايا وما تمشيو فين. دابا بالنسبه لهنا البيض غادي نحتاجو كي كتشوفوا 5 د البيضات. غادي نحتاجو كاس د اللبن، غنحتاجو كاس لارب د الزيت، غادي نحتاجو كاس لارب سنيده. المكون اللي غادي نديرو هنايا هو خميره الفوريه واحد 4 معالق. بالنسبه لهنا عندي جوج خمارات، عندي عصير د الليمون وقبيصه الملحه، خلاص كندير معلقه ديال البسكوي مطحون. انا ما تيخطانيش كنديرو ضروري في هذا في الوافر وفي المسكوته. وغادي نحتاج اخر خلاص دقيق خصني نغربلو. وغادي نحتاج بالنسبه للتزيين فاش غادي نصاوبو الكعكه ديالنا اولا الكيك ديالنا، غادي نزينوه من الفوق بالشوفان. غادي نحتاجو التمر وشويه د الشريحه، وغنحتاجو السكر غرانيولي. بالنسبه للسكر غرانيولي بقى اختياري، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. دابا غادي نجيب المول ديالي باش ندهنو وندير نصاوبو ونحطو ونوجدو، عاد نبدا معكم الكعكه ديالنا. اول حاجه غادي نبداو نزيدو طبيعي بحال انا راه درت هنا زيت الليمون، غادي نبدا نزيد السكر شويه شويه باش ما تتعكمش بالتراب. غنبقى تنطرب حتى نسالي ونرجع لكم. من بعد ما خدمت ولا على هذا الشكل هذا، غادي نبدا نخدمو وانا كنزيد الزيت شويه بشويه حتى نسالي بهذه الطريقه. هذه غنخليكم حتى نرجع لكم عاد. دابا عاود غادي نزيدو الكاس ديالنا ديال اللبينه، غادي نبقى نزيدو شويه بشويه حتى هو مع التخلاط بطبيعه الحال حتى كيمتزج جيدا، وكنكملو باقي المكونات. غادي نزيد موراه الكاس ديال العصير ديال الليمون، غادي نخدم هذا غنزيد موراه الكاس ديال العصير ديال الليمون. وبالنسبه للهدف فاش غادي نخدمو نولي نرجع معكم نقول لكم شنو غنديرو عاود. دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق ديالنا، غادي نزيد انا بهذا الكويس شويه بشويه حتى انا ندير هذا الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، وهذا الرابع. هنايا راه جوج كيسان ديال العنبه. دابا وغادي نزيد ليهم واحد المعلقه نتاع البسكوي اللي مطحون. صراحه هاد لاكاس تعطيه واحد الطيبه رائعه، تكون معلقه كبيره اولا جوج على حسب نتوما والرغبه ديالكم. ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوهش. غادي نحاول نغربل هذا الدقيق هذا ونولي نرجع لكم نكمل معكم مراحل اخرى. تقدروا تخلطوا بالطراب قدام، تقدروا تخلطوا في الخلاط اليدوي. بالنسبه حتى البيض فاش خدمناه المره الاولى تقدروا تخدموه يا اما بطراب يدوي اولا بمولينكس اولا بطراب كهربائي. اللي ما عندوش الطراب الكهربائي يكتفي بمولينكس ولا الطراب اليدوي. غادي نولي نزيد الطحين لان ما كافيش، غنزيد بعدا واحد الراس ديال المعلقه ديال الخميره الفوريه، واحد المعلقه صغيره، غنجيبو معلقه صغيره وغنزيدو هكا تقريبا هذا القياس هذا كي كتشوفوا رويز المعلقه. غادي نزيدوه باش كيجيب لنا الكيكه ديالنا طالعه ومهويه. غادي نزيدو جوج خمارات،
وغنزيدو واحد الكاس اخر ديال الدقيق، يعني تقريبا نص كاس ديال العنب. غادي نغربل هذا الشيء بطبيعه الحال ونولي نخلط ونرجع عاوتاني معكم باش نخويوها في المول ونوريكم الطريقه باش كنزينها من الفوق. كي كتشوفوا جبنا دابا المول ديالنا، غادي نحاول نطلع يدي ونخوي في المول. بالنسبه الى كان المول كبير تقدروا ديروا فيه اكثر من 5 د البيضات، كان غير مويان غديروا 5 د البيضات. نجيب السباتولا ديالي ونهبط الخليط ديالي هكا، كنصاوب الكعكه وكنصور. غادي نستمر هكا، غادي نستمر لا ليك الطبيعه فين كنمشي، غادي نستمر انا هكا، غنستمروا هكا ونولي نرجع لكم. كناخذوا الشريحه والتمر ديالنا غنديروه هكا، غنستمروا هكا تنوزعوها على الوجه ديال الكعكه ديالنا كامل. هي صراحه الله كتجي زوينه بزاف. غناخذ الشوفان ديالنا، كنديره على الوجه ديال الكعكه، بهذه الطريقه. غنجيبو لو سكر غرانولي، غنديرو غير النص ديال الكعكه ديالنا، ما نديروش في النص الاخر حيتاش ماما وبابا ما كياكلوش الحلاوه، تياكلو زعما كاينه ما كيقدوش عليها هاد الحلاوه من الفوق. غنديرها غير في هاد الجزء اللي من هنا والجزء الاخر لا، غادي نديرو غير شويه باش كيعطي واحد بحال لو كرامبل كيجي فوق من الكعكه. ها هي الكعكه ديالنا كي كتشوفوا، غادي نهبطها نوريها لكم. غنهبطها الفران، يديها الزوج ديالي الفران، نجمع هاد الروينه هادي ونصاوب معكم واحد البطبوط كيجي زويون بالكومبلي، ونخليكم تنولي نرجع لكم. دابا غادي نشارك معكم البطبوط الدقيق الكامل الكامل، ولكن انا كندير معاه الفوص. بالنسبه لي ما كيبغيش يدير الفوص، راه تقدر تعجنوه غير بالدقيق الكامل. غادي ندير هنايا الفوص ديالي، غندير هذاك شويه وغنزيد زلافه. غادي نغربل الدقيق ديالي بطبيعه الحال. بالنسبه للدقيق الكامل كي كتشوفوا انا عندي بكلشي ديالو بكلشي ليه. بالنسبه للطحين كي قلت لكم انا عندي دايره كامل، غادي ندير زلافه ونص. غادي نحيد الطحين ديالي، غادي نغربل هاد الدقيق بطبيعه الحال. انا ما كنديروش بكل شيلو، هذيك النخاله ديالو اولا الحمامر ديالو اللي كتبقى بها كنقرص. غادي نغربلو، غنستمر هكا ونولي نرجع معكم. كي كتشوفوا من بعد ما غربلنا الدقيق ها هو هنا، وهذه اللي كنقرص بها، غادي نخليها هنا في الغربال حدايا. دابا غادي نضيف داكشي اللي انا خصني نضيفو، غادي ندير واحد شويه ديال المليحه على حسب نتوما الملحه، راه كل واحد كاين اللي كيديروا كاع بلا ملحه، اللي مثلا كيكون داير ريجيم اولا. غادي نجيبو الخميره نديرو قياس واحد المعلقه كبيره، انا الجو اليوم سخن. غادي نجيبو المكون اللي مشترك هنا ما بين الخميره وما بين الكيكه اللي درت وهذا البطبوط، هو اللبن. انا اللبن كنستخدمه في العجينه وكنستخدمه في الكيك، كيعطي واحد الرطوبه للكيك. والبطبوط او لا اي حاجه صراحه الله استخدمته كيعطي طعم وكيعطي واحد الرطوبه. غادي نجيب الماء ديالي دافئ وغنبدا نخلط. غادي نخلط العجينه نجمعها بلا ما نحتاج انني لا ندلكها لا والو، غنستمر هكا حتى نسالي ونرجع معكم. بالنسبه للعجينه ديالي كي كتشوفوا
جات خفيفه، تنديرها خفيفه هي راه ما متلوكه ما والو، غادي نخليها ترتاح. هي كل ما ربيتوها خفيفه تتكون احسن. غنخليها ترتاح واحد من الساعه ونولي نرجع لها نخدمها. دابا من بعد ما ارتاح الخبيز ديالنا غادي نحاولوا نقطعوا الكويرات كيف ما بغيناهم حنا. انا عاوتاني قلت لكم خبيز البطبوط ديالنا غادي نقطعهم. راه كتجي العجينه رطيبه بزاف واحد الدرجه رائعه، انتما كي كتشوفوا كتجروها ما كتقطعش. نستمر بهذا الشكل هذا. هكا حتى غنسالي ونشوف شحال غتعطيني من حده ونرجع لكم. دابا عطاتنا هنايا كي كتشوفوا 10 نتاع البطاطا. غادي ندهني يدي بالزيت باش كيلصقوا شويه بالزيت البلديه، وغنحاول انني نكركبهم. انا كيعجبني يكونوا فيهم الزبيده من الفوق، حتى فاش كيطيبوا كيجيو الصراحه الله تيجيو زوينين. بغيتو تعجنوا فاش فاش كي يرتاحوا تقدروا ديروا لهم زويته وتعجنوها مع العجينه ديالكم. ها انتما غنستمر بهذه الطريقه، ها انتما كي كتشوفوا هذه اخر وحده. غنولي ندير شويه الزيت البلديه في يدي وغندوز عليهم كلهم من الفوق. جربوا هذه الطريقه الا كتعجبكم الزيت البلدي، ما كتعجبكمش ديروا الروميه، المهم جربوا هذه الطريقه اللي كتعجبكم بزاف. نستمر هكا. دابا غنجيب اللي الحمامه ديالنا اللي سبق لنا غربناهم كي كتشوفوا الزويته كتساعد البطبوط ديالنا باش انه يشد دوك الحمامه. غنستمروا هكا هنا. من بعد ما بطبيعه الحال كركبتهم كاملين غادي نستمر في التكراس ديالي. غنستمر هكا بالتكراس كي كتشوفوا. غنكمل هاد البطيطات ديالي غنديرهم في اللاطه ديالهم ونخليهم يرتاحوا حتى يخمروا على ما نغدي الوليدات، وديك الساعه نرجع معكم باش تشوفوا الشكل دي. باش تشوفوا الطريقه كي كندير نطيبهم. وبالنسبه للمسيكيته هي راه جابها الزوج ديالي من الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالها. ها هي كي كتشوفوا راه طلعت. انا فاش غنحيدها ونديرها في الطبيصل ونقطع لكم طريف تشوفوها كي كتجي من الداخل. صراحه الله المسيكيته ديال تحمر الوجه. نخليكم حتى نولي نرجع لكم ما تمشيو فين. وهنا الحديده ديالي كي كتشوفوا هذه هي المسكوته ديالنا اللي وريتكم عند دابا. كنحاول نحيدوها من المول، الا كان المول اصلا راه المول ما لصقش، غير هو دوك القنيتات فاش كطلع كتحاولوا تحيدوها باش ما يلصقوش. هنا من بعد ما حيدتها انتما كتشوفوا راه تبارك الله عاليه ومفشفشه. انا غادي نجر الطبيصل نحطو وغادي نوريكم بانها مفشفشه تبارك الله. ها انتما كتشوفوا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوا الشكل ديالها كي جا من الداخل. وصراحه الله راه فاش كليناها الطعم ديالها خيالي، وكي زعما صراحه الله غتعجبكم ويعني غنيه بالامور اللي فيها لينيرجي. كي كتشوفوا الشوفان والتمر والشريحه يعني امور اللي غزاله تبارك الله غادي تنفعنا بزاف. المهم نخليكم انتما كتشوفوا، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. انتما كتشوفوا راه فاش كنبرك عليها تولي ترجع لبلاصتها، يعني ما جاتش معجنه جات غزاله. هنا كي كتشوفوا حطيت الوليدات يتغداو غاطا وسلطه فخوي. غادي يتغداو وغادي ندوز باش نطيب معكم البطبوط ديالنا. شهيه طيبه لكم جميعا، ولا بغيتو نشارك معكم وصفه اخرى ممكن تقترحوها عليا.
هنا كي كتشوفوا الدبات ديالنا هما بداو تيطيبوا صراحه الله، راه كيجيو خفافين واخا كومبلي ولكن كيجيو واعرين، غيعجبكم بزاف لا في الطعم ولا في الخفه ديالهم. بعد ما غادي نسالي التطيب ديال البطبوط، هذه الشبيكه ديالنا جمعتها، فاش غادي نوصلوا تما غنشارك معكم شنو دينا كيفاش دوزنا عشيتنا. صراحه الله ما كاينش احسن من هاد الحباب. هاي صوت 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 ماك ما مرتاحش. سكار اش 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 الاجانب المقيمين في سكار واللي العمر ديالهم من 17 سنه سكاري في المرحله الاولى تتاح غادي الصفوف الاماميه. شنو ندير؟ تعرفوا ان اللقاح ضد كورونا مش بيان سور بدون نقاش هكاك. وهي سبعة رجال.